حازم يعني هو يعتبر لاعب ايقوني في تاريخ الاسماعيلي. الناس كانت بتعتبره ابن بلد لان هو كان ليه ستايل خاص في التعامل وكان بيحب الاسماعيلي جدا جدا جدا. كان من اللعيبه اللي شويته على الجول زي طرب زيت كده. في جول اللي جابه في اكرامي في كاس افريقيا كان في السيمي فاينل ضرب الاوفسايد وهرب من المدافعين وانفرد باكرامي واول ما اكرامي طلع راح حاططها في الجول. اعتقد الجون ده كان ليه ذكرى حلوه قوي مع حازم وكان تقريبا اخر جون جابه في حياته. حازم توفى في حادث سياره طريق مصر الاسماعيليه يعني كان راجع بعد ماتش المحله وكانوا زعلانين طبعا لان الماتش خلص درو كان نفسهم يكسبوا وهم راجعين في الطريق كان في مقطوره راكنه بالليل فما شافوهاش العربيات قلبت بيه هو واللي معاه وحازم توفى في ساعتها. لما مات اسماعيليه كلها كانت في حزن لدرجه انه في اغاني اتغنت انه اسماعيليه حزينه عليك يا حازم. محمد حازم من اكتر الاسامي اللي اثرت في الواحد انه كنا عايزينه يكمل. يا غالي علينا والله فراقك.